السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب في الله في قناتكم مدونة حبيبي. لمعلومات لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو نحل مشكلة نتاع الميساج نتاع سي سي بي. نعطيكم سبيل مثال، تجي دخل دراهم ولا يجي واحد يبعث لك دراهم ولا دخول الشهرية وما يجيكش الميساج. ما هو السبب ما يخليش يدخل الميساج على هاتفك؟ نعطيكم بعض الحلول. مثال، نتايا نقولو يجيك ميساج ولا يجي يبعثك دراهم ولا تدخلك شهرية، وهذو الميساج خاوتي كثروا عندك ياسر. هذو ما عم عدي ياسر، شوف معي خاوتي، شوف هذو الميساج خاوتي ما تخلوهمش في التليفون، دامي سبرمهم، دامي يومي سبرم يوميا. علاه يكثروا عليكم الميساجات من بعد ما يجيكش الميساج؟ وحنا واش ندير؟ نديرو سبريمي كاع جميع الميساجات بهذه الطريقه، باش المره الجايه يبعث لك واحد دراهم ولا تدخل شهريه يجيك ميساج عادي. حنا واش ندير؟ نديرو سبريمي بهذه الطريقه باش يكون الفيديو واضح. كاين ناس خاوتي اغلبيه يخلو ميساجات وما يمحوهمش ولا ما يديرهمش سبريمي، ومن بعد يقولك ما جانيش الميساج. دائما خاوتي سبرمو الميساجات بهذه الطريقة، خاوتي نديرو سبرمي بهذه الطريقة يا جميع الميساجات، باش المرة الجاية خاوتي جي يبعثلك واحد دراهم ولا تدخلك شهرية ولا جي تخرج دراهم يجيك ميساج بدون أي مشاكل. بهذه الطريقة سبرمي. درك خاوتي انا نحينا الميساجات جميع نتاع اجلي بوست، يعني نحينا. مره جاي تجي تدخل دراهم ولا تخرج دراهم ولا تدخل لك شهريه خاوتي يجيك ميساج عادي بدون اي مشاكل بهذه الطريقه. خاوتي اجيكم هذا الفيديو، لا تنسى اشتراك في القناه وخاصه تفعيل جرس ليصلك الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.